أحيت الكنيسة الأرثوذكسية مراسم الحج السنوي لموقع معمودية السيد المسيح المغطس بحضور عدد كبير من رعايا المملكة الأردنية الهاشمية على الضفة الشرقية من النهر المقدس. ترأس الصلاة غبطة كيريوس كيريوس ثيفورس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، بمشاركة سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس والمتروبوليت فيندكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم ورئيس دير الظهور الإلهي في المغطس، وعدد من المطارنة القادمين من اليونان، مع جمع من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور وزراء ودبلوماسيين وشخصيات رسمية وإعلامية وعامة، وسط مشاركة فاعلة للمجموعات الكشفية وأفراد الشبيبة وجمهور المؤمنين من مختلف رعايا المملكة والخارج. وفي كلمته وجه غبطته الدعوة للعالم بزيارة المغطس والتبرك بالحج ومياه الأردن المباركة، مناشدا العالم التحرك لوقف الحرب على غزة وإيجاد الحل العادل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. خشوع عظيم يغمرنا اليوم ونحن نقف في هذه البقعة المقدسة، ملتئمين بقلب واحد، رافعين التسبيح والصلوات لإلهنا الظاهر ههنا، والذي أعلن ذاته بسماع الأذان ورؤية العيون البشرية، الذي استحقت باتضاع أن تسمع وتعاين ما انتظره الأنبياء بشوق وبشروا به من جيل إلى جيل. أرض اقتبلت الإله فصارت به سماء، فتباركت به وبوركت بها كل المسكونة. من هذا المكان المقدس استعلن الإيمان المسيحي بالثالوث الأقدس، وكرز به في أصقاع المسكونة. من أرضنا المقدسة دعينا أبناء لله لنسلك باسمه، دعينا لننزع عنا الظلمات الظهرية ونعبر للنور ونغدو أبناء للملكوت، إذ أصبح إلهنا الظاهر ههنا في الأردن هو الطريق والغاية. فمن مياه الأردن تتقدس كل الطبيعة، إذ ظهر الرب والمخلص منحنيا للقديس يوحنا المعمدان ليرفع ما قد هلك ويحيي كل مائت. إننا نصلي اليوم من أجل السلام المنشود في فلسطين وخاصة في غزة لوقف الحرب، ونناشد من هذا المكان المقدس كل ذوي النوايا الحسنة من الشعوب العالم للعمل من أجل إحلال السلام، كما ندعو كل الجهات الحكومية والرسمية في دول العالم لتتحمل مسؤوليتها أمام شعوب المنطقة لإحلال السلام ووقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وفي نهاية الصلاة ألقى المطران خريستوفورس كلمة روحية ووطنية رفع فيها مع المصلين الدعاء والمباركة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث يحتفل الأردن هذه الأيام بالذكرى 25 لجلوس جلالته على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، داعيا له بموفور الصحة والسلامة ليبقى ذخرا للأمة والإنسانية ولأردننا العزيز. كما دعا لأجل سلام فلسطين وخاصة أهلنا في قطاع غزة، وتقدم سيادته بالشكر لسمو الأمير غازي بن محمد كبير المستشارين لجلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته على جهوده الكبيرة المبذولة مع هيئة موقع المغطس التي يرأسها، إذ يحتفلون هذا العام باليوبيل الفضي للموقع منذ تأهيله وبنيانه،
وكذلك لجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية ولكل من الإكليروس والشبيبات والمجموعات الكشفية المشاركة في تنظيم هذا اليوم المبارك. وفي الختام أطلق البطريرك ثيوفورس الحمام الأبيض رمزا للروح القدس الذي رف فوق مياه نهر الأردن عند اعتماد السيد المسيح، ثم توجه غبطته مع المطارنة والكهنة لضفة النهر مباركا كالعادة مياه نهر الأردن بالصليب المقدس. وبعد خدمة تقديس الماء الكبير في موقع معمودية السيد المسيح، كرم غبطته المهندس رستم مكجيان مدير عام موقع المغطس على جهوده المبذولة خلال 25 عاما من العمل الجاد، فمنحه درع الشكر والتقدير. كما منح أيضا الدكتور عبد العزيز العدوان مساعد مدير عام موقع المغطس درعا تقديرا لجهوده المبذولة والمستمرة مع جميع فرق العمل المتواجدة في الموقع.